نخش سريعا في اخبار النادي الاهلي النهارده، وزي ما قلت لحضراتكم الفريق استأنف تدريباته استعدادا لمباراه الاسماعيلي. هذه المباراه الهامة جدا النهارده، التدريب بالتحديد كان الساعه 10 مساء قبل المران، كان في محاضره من الجهاز الفني مع اللاعبين اتكلم فيها في الايجابيات والسلبيات الخاصه بمباراه انبي، المباراه الاخيره. وكمان بالمناسبه على فكره كان في اجتماع ما بين الجهاز الفني، وده اجتماع معتاد للجهاز الفني قبل كل مباراة عشان يحطوا الاستراتيجية الخاصة بالمباراة المقبلة. استراتيجية النادي الأهلي دايما بتتمثل في أنك تكسب المباراة، لكن دايما بتقف أو بتبص على السلبيات اللي عند الفريق المنافس اللي انت هتقابله، وان انت في نفس الوقت كمان بتعالج الأخطاء اللي انت ممكن تكون وقعت فيها خلال المباراة الأخيرة. فبالتالي ده بيبقى اجتماع طبيعي جدا ومنطقي. استعدادات النادي الاهلي النهارده هتكون بتتمثل في تدريبات بدنيه قويه للاعبين اللي ما شاركوش في المباراه الاخيره، في المقابل اللاعبين اللي شاركوا لدقائق كثيره في مباراه انبي هيكون ليهم تدريبات استشفائيه مهمه جدا. المباراه ان شاء الله امام نادي الاسماعيلي هتكون يوم الاربعاء القادم الساعه 10 مساء في استاد برج العرب بدون حضور جماهيري، وده اللي احنا عارفينه في المباريات الجماهيريه بتحديد اللي بيبقى اهلي وزمالك، اهلي اسماعيلي، زمالك اسماعيلي، مصري، اتحاد، كلام من ده، بيبقى المباراه من غير جمهور. نتمنى ان السنه الجايه باذن الله بعد بطوله الامم الافريقيه والامور ان شاء الله تبقى طبيعيه، عايزين بقى نشوف الجمهور يحضر بشكل كامل جدا بدون اي عوائق واي عقبات يعني يتم وضعها امام الجماهير، لان مهم قوي قوي ان احنا نشوف المباريات في الدوري المصري والبطولات المحليه بالتحديد بكامل الجماهير لكل الانديه، لان بيبقى طبعا في طعم ومذاق خاص جدا لهذه المباريات. فان شاء الله نتمنى الامور تعود بطبيعتها تماما 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 بعد بطوله الامم الافريقيه، واكيد هنشوف ان شاء الله بطوله قويه جدا. بالمناسبه اكيد نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان هو يفوز بهذه البطوله.